مين حموشي؟ هلا انا حموشي. اليوم يا اصدقائي جاناكم بفيديو جديد، واليوم همات سويه، وهذا فيديو يا اصدقائي راح نسوي بيه لاول مره انا حموشي ميزه تبادل الحيوانات بين اللاعبين. فاليوم يا اصدقائي راح نجربهم ونشوف كيف راح نقدر نتبادل انا وحموشي، لان لحد الان انا ما مجربته. فيا اصدقائي طبعا انا دائما اقول لكم ان الموضوع بشروط، لكن لحد الان في تعليقات وفي لاعبين يقولوا خلينا نتبادل الحيوانات، بس انتوا يعني قاعد اقول لكم انه ما يصير تبادل يوتيوبر ولاعبين عاديين بالحيوانات، ما يصير ما اقدر. فلكن يا اصدقائي الاشياء مستمره دائما يقولوا لي. على العموم يا اصدقائي فاليوم فيديو جديد وراح نسوي انا وحموشي تبادل. يلا حطوا لايكاتكم واشتركوا وتعالوا يا اصدقائي خلونا نجرب الميزه الجديده. ليتس جو. اول شيء خلينا نطلع من البيت اصلا. ليتس جو. خلينا احس انه هذا الكعب مطول شخصيتي، احسها مطولتها. ويت خل اوقف، هو مش مبين قبعه. اوكي تعال تعال روح لمدينه روبوت. او يا بي اصدقائي فتعالوا هسه. طبعا ما عليكم حموشي كل فيديو واقف وبس انا للسريع ما اقدر اقعد لانه ما راح يضيع في الكاميرا حرفيا، يعني لو قعد هناك تعال هيك كون نسوي. فيب انا مو خلينا نوقف اثنيناتنا. اوكي فيلا تعالوا يا اصدقائي نجرب هاي الميزه الجديده. واول شيء قبل لا نبدي واحدة من شروط هي هاي الميزه، انه ما نقدر احنا اليوتيوبر نبادل الحيوانات ويا اللاعبين العاديين فقط، ويا اليوتيوبرز يعني انا وحموشي احنا اثنيناتنا يوتيوبرز فنقدر نتبادل، او يا ادمن يعني اني وادمن هيك. فيا اصدقائي ويا لاعبين عاديين للاسف ما نقدر، اللاعبين العاديين راح يقدر انه يبادل حيوان ويا لاعب ثاني عادي اللي يصير اسمهم ابيض او ازرق، اتوقع هيك يعني الازرق همات يقدر وياكم لانه باعتبار همات مو يوتيوبر او ادمن. فيب بس شاحن يعني يب. فلذلك يا اصدقائي خلونا نجرب انا وحموشي الميزه. ليتس جو ونشوف همات كم عدد الحيوانات اللي نقدر احنا نبادلها باليوم الواحد. هنا تضغطون على الشخصيه اضغط همات وشوف ايش راح يسوي يا اصدقائي. بس اضغط على هاي الدقمه راح يجي حموشي طلب انه نونا جيمر تريد تبادل وياك الحيوانات. فانا يا اصدقائي تختار حيوان وانا راح اختار حيوان. شوفوا اوكي فراح نقدر يا اصدقائي نبادل اي شيء. طبعا هاي الميزه راح تفيدكم يا اصدقائي، مثلا عندكم واحد من الاصدقاء عنده هواي حيوانات متكرره من النوع اللي تريدونه، وانتم ما عندكم غير اثنين وتريدون تسوون به ميزه الركوب، فراح تحتاجون واحد حتى يصير ثلاثه ويصير في ميزه الركوب يا اصدقائي. فراح تقدرون تبادلون ويا صديقكم ويصير يا اصدقائي عندكم ثلاث حيوانات. فهاي الميزه كلش مفيده الصراحه. فهسه راح نختار اي حيوان عشوائي. مثلا واختاريت اي حيوان. اوكي فانا حختار مثلا لا مو هذا، اختار في حيوان عادي احنا نريد نبادل فشي طبيعي، خاصة الحيوانات نحتاجها بعدين. فهسه حاليا انا يا اصدقائي راح اختار مثلا 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 هذا. انا راح اختار هذا. حلو تمام. هسه احنا اثنيناتنا متفقين عليها، فانا راح اضغط على هاي الكلمة. اوكي وانا هم. حلو راح يصير. اوكي اضغط على هاي. اوكي ضغطتها ادري. واو حصلت حيوان حموشي. لا سكر وياها لحظه حموشي يا اصدقائي طلع على نفس هسه هاي حاليا طلعت لي، لكن الارنب بطيتها. واو حبيت. اوه طلع لنا ستيكر. هاي لين تبادلنا بالحيوانات. حلو الذهبيه حتى انا حصلت الذهبيه. حلو يا اصدقائي والله ميزه رهيبه. خلينا نشوف وين الحيوان بالضبط وروح حتى اشوف. اوكي والله حبيت الميزه رهيبه، خصوصا من نتبادل ويطلع على شكل حيوانات. او ماي جاد حبيت. وطبعا عندي هواي من عنده. شو ما ادري صراحه هو كان اسمه مختلف عن هذا. عندي هواي ارام حتى انا عندي، فراح يضيع يا اصدقائي لانه احنا كنا اثنيناتنا عندنا نفس الحيوانات. كل عندنا حيوانات كلهن فما ادري يعني شنو نقدر نبادل. في اصدقائي ما اعرف. أيوة. او هذا هذا بالاخير بالاخير تلقاه. اوكي انا لقيت بالاخير هذا مال حموشي، يعني هم مستحيل يحطون هذا هنا. اي والله صح. يا شوفوا والله ميزه خرافيه. صار عندي هذا وانا هذا اللي طيت اياه، بس شنو كان الاسم مختلف. فما بي كيك زي كذا حيرجعون الاسم الطبيعي. خاف حموشي مثلا ما يعجب الاسم اللي كنت حاطته، لان اصلا كنت مسميه اسم لاعبه. اوكي فوالله حبيتها صح. خل اشيل حيوان. حبيت الميزه رهيبه يا اصدقائي، يعني كل شيء تفيد هواي هواي خرافيه حرفين كلش حلوة. فيبي اصدقائي قولوا رأيكم عنها بالتعليقات. ولحد الان يا اصدقائي ما عرفت كم عدد الحيوانات. شوف يا اصدقائي هسه حاليا راح ادز لحموشي دعوة هاي السالفة هاي، لكن ما عرفت كم عدد الحيوانات اللي راح نقدر انه نبادلها في اليوم الواحد.
طيب يا أصدقائي، فما كاتبين رقم محدد، لكن it's okay. شكلي يا أصدقائي لا نهائي. ما أدري، ما أعرف والله. أوكي، لكن أنا حسب اللي ذكر بالصورة كان 5. أعلموا، تعالوا يا أصدقائي نبادر حيوان جديد نجرب. أوكي. وافق. أوكي، هسه راح أحط الحيوان. راح أحط مثلا حموش، عندك مثل هذا الحيوان هذا؟ أشوف. نقدر يا أصدقائي نبادل نفس الحيوانات. تعالوا خلينا نجرب. هذا ذو. هذا هذا هذا. واو. خلينا نجرب يا أصدقائي إذا نقدر نبادل نفس الحيوانات نفس النوعية. يلا تعال. أوكي. يا صارت. صار يا أصدقائي عندي نفس ما الحموش، وهو اللي عندي صار الحموشي. والله غريبة. بس العمر. أنا يمكن راح يبقى طبيعي، خلونا نشوف والله. اوكي، هو في النهايه كلش طبعا يحتاج ابيع الحيوانات زياده. اوكي يا اصدقائي، فصراحه الميزه حلوه، حبيت الميزه كلش فيه صراحه. خلونا نستخدم هذه. شوفوا يا اصدقائي، تعرفون شنو يعني افحط؟ ما ادري اذا هي موجوده بكل الدول، لكن يا اصدقائي شوفونا الحفحط تفحيط. لحظه لحظه، حيوان بعدني حيوانك يا فتوه كله كيوت. من يركض؟ خلونا هسه نفحط، خلونا نحاول. تفحيت فلمت في كيكزي يا اخي. احنا نفحط انا وحموشي بالتشالنجر في لعبة السيارات. والله تفحيط رهيب. هيجي هيجي نسوي. ويت، ما ادري شلون اسويها في بي كي. ويت، خلونا نحاول نفحط يا اصدقائي. اصلا احنا عرفنا سالفة الفيديو، لكن يا اصدقائي خلونا نفحط شوية. شلون نفحط؟ ويت. ما يصير ما يصير، خلي اسوي على شكل دارة يا بدا افحط. اوكي يا اصدقائي، طيب الحيوان مالتي قاعد يقول هسه شورطني. اي والله. اوكي، فصراحه الميزه جدا حلوه، وحرمات التفحيط ما صار ويانا عدل. قاعد اسوي هيك حرفيا، هيك قاعد اسوق سياره، هيك قاعد اسوي. عاد يا بدا افحط، ما اعرف افحط في بيكيك زي صار تفحيطه مخربط. بس هي اقول لكم، انصح ولد ونونه بنيه، بس نونه تحب السيارات اكثر مني. اي والله تدرون كلش احب السيارات. فيا اصدقائي، والسياره تحسونها يعني مال هذول السيارات الرياضيه، بس مشكله الوانها مو حلوه. على العموم احنا نسينا سالفه الفيديو. صح. اوكي، فيا، وهي الميزه نفس ما شفتوا. ما شفتوا ايش قاعد تقول؟ اوكي، فيا اصدقائي، فلحد الان ما فهمت كم عدد الحيوانات الاكثر انه اتبادلها ويا حموشي باليوم الواحد، لكن يا اصدقائي الميزه صراحه كلش تفيد نفس ما قلت، فيعني راح تفيدكم بهواي اشياء. مثلا عندكم حيوانات هو تكره تحبون تعطوها لاصدقائكم الجدد على اللعبه، او فتشي اي شيء ثاني. تدرون اني لو اقدر اسوي يعني اعطيكم الحيوانات مالاتي، كان صرت ابو فله يوزع حيوانات. والله صح، حتى انا يعني حرب ام فله. يعني من كثر ما عندي. المهم على العموم. اوكي، طبعا يا اصدقائي همات واحده من الشروط تبع هاي تبادل الحيوانات انه يكون يا اصدقائي الليفل تبع اللاعب فوق 5. حاليا انا حموشي 20، وهذا هو الرقم الاخير، يعني بعد ما اكون مثلا 21 او اكثر. فيا اصدقائي فنقدر هسه نفس ما شفتوا بادلنا الحيوانات بكل سهوله. اوكي يا اصدقائي، فيب هذا حيواني عند حموشي. يا اخي والله داش تاقله. لا وين هو نفس الشكل؟ ما ادري، بس هذا الحيوان مالتي. ليش تخمطه؟ Look at pet. At the pet. اوكي، شوفوا يا اصدقائي هذا مال حموشي، خمطته من عنده. باي باي. بس انا مالتي كان هم 2 هاي. والله ما ادري شو هم بكيفهم بكيكسي. لكن ياب، وهذا هو كل شيء بالفيديو. صراحة الفيديو جدا حلو يا اصدقائي، حبيت التفحيطة مالتي. اوكي يا اصدقائي، فيب يا اصدقائي همات، حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناة. وبس. باي باي. مع السلامة.